بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في برنامج إيمانيات، وحديثنا عن الخلاف. قال عبد الله بن مسعود: الخلاف شر، لذلك الشريعة جاءت بالتحذير من هذا الخلاف في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أعظم مقاصد الشريعة التآلف والاجتماع والمحبة والأخوة ونبذ الفرقة والاختلاف والنزاع والشقاق الذي لا يأتي بخير، كما قال عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل: الخلاف شر. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وحذرنا أشد التحذير من الاختلاف والتنازع، لأن هذا يفرق وحدتنا. وقد قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قال: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا التنازع يضعف حتى وحدة المجتمع، وحدة المسلمين، يسلط عليهم أعداءهم حتى في البيت الواحد. الخلاف شر، يفرق الأسرة، يفرق جمعها وتآلفها ومحبتها، ربما يصل الأمر إلى الطلاق والشقاق والنزاع والفرقة التي لا تحمد عواقبها على مستوى الأسرة والمجتمع والأوطان. فلذلك علينا مع أسرنا، مع أصحابنا، مع جيراننا، مع أرحامنا وأقاربنا، في المجتمع مع ولاة أمورنا، ألا نتنازع ولا نتفرق ولا نختلف هذا الخلاف الذي هو شر. لذلك الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالأخوة والاجتماع هذه والله نعمة ورحمة من الله. الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، والذئب يأكل من الغنم القاصية البعيدة عن الجماعة. لذلك نحرص على الاجتماع والتآلف ونبذ الخلاف والشر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أن أحد المهاجرين قال: يا للمهاجرين، وقال أحد الأنصار من أهل المدينة: يا للأنصار، كل يفزع أصحابه لأجل التقاتل والتضارب، كل ينتخي بأصحابه. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. شوف، هذا الخلاف يورث النزاع والشقاق والقتال، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال الجاهلية، وهي العنصرية وكذلك التعصب المذموم. هذا مقيت يفرق الإخوان، وكذلك ينشئ العداوات والأمور التي لا تحمد عواقبها. فقال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. ولما بلغه صلى الله عليه وسلم أن أهل قباء تراشقوا بالحجارة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على اجتماعهم وإصلاح ذات البين. قال لمن عنده من الصحابة: قوموا بنا نصلح بينهم، لأن الخلاف شر ويورث العداوات لهم، ويورثون هذا الأمر حتى لأجيالهم سواء يشعرون أو لا يشعرون، لأن الخلاف شر. ابقوا معنا أعزائي المشاهدين، نأخذ فاصلا ثم نواصل. حياكم الله أعزائي المشاهدين، ونواصل الحديث عن الخلاف.
أحيانا قد يختلف الإنسان مع غيره في وجهات النظر وبعض الآراء، وهذا طبيعة البشر، كما قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، لكن لا يصل الأمر إلى حد الخلاف الذي يكون فيه القطيعة والتنابز والسب والشتم والقذف والكذب، فهذا كله من الشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذا هو الأصل. قد نختلف أحيانا في بعض وجهات النظر وبعض الآراء، ولكن لا يصل الحد إلى الخلاف الذي يفرقنا ويتسبب في عداوة بعضنا لبعض، وربما يهجر بعضهم بعضا، وهذا خطأ عظيم. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالخلاف على مستوى الأسرة، على المستوى الخاص أو العام، فوالله هو شر ولا يأتي بخير. لذلك نحرص على الاجتماع والتآلف. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في العبادة كان يقول في الصلاة: سووا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لأن الإنسان إذا استنكف أن يقف بجانب أخيه المسلم في الصلاة، فهذا يوغر صدر أخيه المسلم: لماذا فلان لم يقف بجانبي؟ لماذا يبتعد عني؟ فحتى في العبادات جاءت بالتآلف والاجتماع ونبذ الفرق والخلاف. الزكاة فرضها الله عز وجل من أجل التكافل الاجتماعي، حتى يحن الغني على الفقير، حتى يعيش المجتمع بأمن واستقرار، لا يحسد الفقير أخاه الغني. كذلك لا تكون هناك السرقة والتعدي. فلما يكون هناك تكامل وتكافل، فإنه يعيش الكل بأمان وطمأنينة، ولا يتعدى أحد على مال أحد. كل ذلك من أجل الاجتماع. الحج، الناس كلهم بلباس واحد على صعيد واحد، يدعون ربا واحدا، ويؤمون البيت الحرام بيتا واحدا. كل ذلك من أجل إيش؟ الوحدة والشعور بذلك والاجتماع والتآلف. وأيضا لو فتشنا في قضية الصلاة، اجتماع المسلمين في بيت الله عز وجل، تآلف واجتماع ووحدة. كذلك الصيام، الشعور الواحد، الغني والفقير، الكبير وكذلك الأمير وسائر المجتمع، كلهم نفس الشعور، يصومون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وحدة واجتماع. لذلك لا نختلف فيورث هذا العداوة والبغضاء والتقاطع على الخلاف والشر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وبين المسلمين في كل مكان. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.